حبيبنا عبد اللطيف الغنام يعطيك العافيه ونقول لك هارد لك على النتيجه اليوم ما شاء الله عليك، مو اليوم من المباريات السابقه عبد اللطيف الغنام يعني مستوى في تصاعد والريتم الفني في تصاعد، اليوم الفرصه كانت بيدكم الشوط الاول زي ما قال كابتن احمد الفريدي، ليه ما قدرتوا تستغلوا الاوضاع في الشوط الاول؟ الحمد لله على كل حال، مبروك الفريق الاهلاوي وهارد لك لنا، يعني اعتقد مجمل مباراتين فريق الاهلاوي كان احق في التاهل للنهائي، ما ظهرنا بمستوانا المعهود، يمكن انا ما نختلق الاعذار لكن في مباراه اليوم فعلا والله مرينا بظروف صعبه، في عدد حتى من اللاعبين اليوم شاركوا ويعانون من بعض الاصابات، لكن انت تعرف ظروف الفريق تحتم على اللاعبين التضحيه، وان شاء الله امامنا التعويض ان شاء الله في الاسيويه. غياب الأربعة الأسماء الشلهوب وسالم الدوسري وعبد العزيز الدوسري أثر اليوم عليكم في أداء، خصوصا الأربعة اللي كانوا يشاركوا مع الفريق والهماش؟ أعتقد أكثر من أربع لاعبين، عندنا عدد من اللاعبين مصابين، أكيد لما في يوم وليلة يتغيب عنك أربع لعيبة تكون ظروف الفريق أصعب، لكن زي ما قلت ما ظهرنا بالمستوى المطلوب، مبروك الفريق الاهلاوي وهارد لك. الشوط الاول كنتم مسيطرين، التوجيهات اللي كانت ما بين الشوطين؟ والله نفس التوجيهات ان نحافظ على تمركزنا، لكن تعرف الجو اليوم لعب يعني الجو كان في رطوبه عاليه، يمكن فقدنا نوعا ما التركيز، يمكن حماس ان نرجع المباراه ما تمركزنا بشكل كويس، تمكن الفريق الاهلاوي من تسجيل الهدف الثاني. مبروك الفريق الاهلاوي المره الثالثه اقولها. واحنا نقول مبروك لك اخلاقك الرياضيه الجميله وهارد لك على النتيجه. شكرا شكرا اخوي شكرا.